السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. مواعيد مباراة الجولة 16 من الدوري القطري، دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة والمعلقين أو بعض المعلقين. اليوم بإذن الله تعالى متابعينا الكرام السبت 22/1/2022 بداية الجولة 16 16 من الدوري القطري. اليوم متابعينا الكرام عندنا ثلاث مباريات. الخور هيلعب أمام السلية، الفيديو طبعا بتوقيت قطر كالعادة. الخور هيلعب امام السريه الساعه 4:30 عصرا او مساء، والقناه الناقله قناه بين الكاس قناه الكاس اتش دي 2 الكاس القطريه الثانيه، ومعلق المباراه احمد المعمري. الدحيل هيلعب امام الوقره في نفس التوقيت 4:30 عصرا او مساء، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي المفتوحه، ومعلق المباراه سوار الذهب وقناه الكاس وان اتش دي القطريه الكاس الاولى القطريه، معلق المباراه خليل البلوشي. والسد هيلعب امام العرب مباراه قويه معاده الساعه 7:15 مساء بتوقيت قطر 7:15 دقيقه مساء، والقناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي المفتوحه، ومعلق المباراه حسن العيدروس وقناه الكاس 1 اتش دي القطريه، ومعلق المباراه خالد الحدي. متابعين الكرام يوم الاحد 23/1/2022 تستكمل باقي مباريات الجوله. عندنا الشمال هيلعب امام ام صلال الساعه 4:30 عصرا او مساء توقيت قطر، ونادي قطر هيلعب امام الغرافه الساعه او خلينا في المباراه دي، المباراه دي هتكون على قناه الكاس 1 اتش دي الكاس القطريه الاولى. نادي قطر هيلعب امام الغرافه الساعه 6:40 دقيقه او 7:45 عصرا او مساء بتوقيت قطر. في نفس التوقيت الريان هيلعب امام الاهلي القطري. مباراه نادي قطر امام الغرفه هتكون على قناه الكاس 2 اتش دي الكاس القطريه الثانيه، سيبك من المكتوب ده. والمعلق غير معروف، امام مباراه الريان امام الاهلي القطري هيكون على قناه الكاس 1 اتش دي الكاس القطريه المفتوحه طبعا، وكذلك قناه بي ان سبورتس اتش دي المفتوحه العاديه. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.